الدين الحقيقي أن تعمل بكل الدين، وضمن الدين العمل الصالح، وضمن الدين الجهاد، وضمن الدين العمل مع المجتمع، وضمن الدين العمل المادي والزراعة والصناعة، هذا كله ضمن الدين. تشوف الروايات الواردة في هذا المجال عن الصلاة، عن العبادة، عن الحاج، عن في حالة الطواف من الأشياء التي يجوز لك أن تفعل أن تقطع طوافك لكي تقضي حاجة مؤمن. الإمام ده يمر وياه واحد من أصحابه، شافوا واحد يأشر، قال هذا أيريدك؟ هذا يريدك؟ قال إيه. قال لي روح اقضي حاجته وتعال. قال لي روح اقضي حاجته وتعال. قال أقطع الطواف؟ قال أقطع الطواف. إبراهيم الخليل حينما بنى الكعبة، بنى بيت الله الذي لا يجوز لك أن تأكل طعاما إلا إذا ذبحت للذبيحة باتجاه الكعبة، ولا يقبل الله منك صلاة إلا إذا كنت باتجاه الكعبة. حينما خلص بناء الكعبة اتكأ على الجدار، قال الحمد لله مرتاح. نزل عليه جبرائيل يقول الله لك ما الذي فعلت؟ قال يا رب بنيت بيتك رمزك في الكرة الأرضية. قال يقول الله لك وهل أطعمت جائعا؟ وهل كسوت عريانا؟ وضعت حجرا على حجر؟ سيقول لك التصوف والأذكار، لا، لازم ما تمنع أذكارك في مكانها، مستحبات تسويها بالحد الذي لا يمنع عنك من الانخراط في الأمة. احنا عندنا أمة إسلامية، فرد مؤمن صالح، ثم أمة إسلامية، ثم حضارة إسلامية. الأمة تقيم الحضارة، هذا هو الواجب، أن تكون ضمن الأمة، ولا ما عندك شغل بالأمة، فقط أنت في الأذكار. نعم، يوم الأيام اللي ماكو أحد، مثل ما الإمام حسين بن جعفر سلام الله عليه حينما وضعوه في السجن قال اللهم أنك تعلم أنه أنا كنت أطلب من عندك أن أتفرغ للعبادة، سويت لي، ما عندك شيء ثاني تسوي.